سنطلع على المزيد من التفاصيل مع دكتور ديمتري بريجا المحلل السياسي. دكتور ديمتري، أنت معنا الآن من موسكو، أهلا بك. هل يمكن أن نصف الوضع الآن بأنه تفاؤل بحضر؟ هل خلال يوم 19 من نوفمبر الجاري توافق روسيا على تمديد اتفاق تصدير الحبوب؟ تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. حتى الآن كان هناك عواقب أمام اتفاقية الحبوب بعد استهداف الممرات التي فتحتها روسيا لإخراج الحبوب من الأراضي الأوكرانية، وروسيا اتهمت فيها القوات الأوكرانية باستهداف الممرات الإنسانية والقواعد العسكرية الروسية في شبه جزيرة القرم، ولذلك تم تعليق العمل على اتفاقية الحبوب بسبب هذا الاستهداف الذي اتهمت روسيا فيه القوات الأوكرانية. والآن بكل تأكيد هناك محاولات دولية ومحاولات من الوسيط التركي للضغط على روسيا لكي يعني تعمل على الاتفاقية. وبكل تأكيد الآن هي روسيا في آخر تصريح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا سوف تعمل على الاتفاقية، وسوف تسمح للسفن الأوكرانية بالخروج من الموانئ الأوكرانية والذهاب إلى يعني الموانئ التي يعني الهدف الأساسي وصول الحبوب إليها. نعم دكتور ديمتري، ما هي شكل الترضية التي قد تحصل عليها موسكو؟ لأن حديث وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف يبدو فيه بعض التفاؤل. بكل تأكيد بعد يعني أن تحدث أو يعني وقعت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي على معاهدة بأن لن تستفيد أو لن تستغل الممرات الإنسانية لاستهداف القواعد العسكرية الروسية ولاستهداف السفن العسكرية الروسية، فبذلك روسيا يعني أصبح من الواضح بأن روسيا منفتحة على أن يتم إخراج السفن الممتلئة بالحبوب من أوكرانيا من الموانئ الأوكرانية إلى الدول التي تحتاج إليها. هل التعهدات التي تقدمها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كفيلة بموافقة روسيا على تمديد الاتفاقية؟ أم يعني ما الذي قد يكون مرضي بالنسبة لموسكو في هذا التوقيت؟ أولا يجب أن نسمح بأن نفهم بأن روسيا تريد لكي يتم السماح من للحبوب الروسية والقمح الروسي الخروج من الأراضي الروسية. نعرف بأن العقوبات التي فرضت على روسيا كان الهدف الأساسي منها الضغط على روسيا، ضغط اقتصاديا وضغط على الموارد الروسية وعلى الصادرات الروسية. وأعتقد بأن بشكل عام الآن بعدما تم الحديث بأن سوف يتم السماح من الحبوب الروسية والقمح الروسي من الخروج من الأراضي الروسية، فروسيا راضية في الوقت الحالي بهذه التحركات التي نراها الآن من الدول الغربية. أخيرا دكتور ديمتري، ما هي تداعيات موافقة روسيا على تمديد اتفاقية تصدير الحبوب على الأمن الغذائي العالمي، خاصة أن أوكرانيا كثيرا ما اتهمت روسيا بأنها تمارس سياسة التجويع على العالم؟ بكل تأكيد في الأشهر القليلة الماضية تم استغلال موضوع اتفاقية الحبوب من الدول الغربية للضغط على روسيا، لأنه نعرف بأن ملف الحبوب يعني ملف مهم لدى الدول الفقيرة، لدى الدول التي تحتاج إليها. وبكل تأكيد تم أيضا استغلال هذا الملف لدواعي سياسية للضغط على روسيا. وبذلك يعني أعتقد بأن إذا ما تم الاتفاق و السماح للسفن الأوكرانية من الخروج من الموانئ الأوكرانية فقد يتم حل الملف ويعني إغلاق الملف واستمرار الاتفاقية لمدة أطول. شكرا دكتور ديمتري بريجع، كنت معنا من موسكو المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.